كائن صغير جدا يستطيع أن يعود للحياة بعد الموت. إنه الكائن الأقوى على وجه الأرض على الرغم من صغره الشديد. وحتى هذه اللحظة أيها الأحبة لا زال العلماء يتساءلون ويعترفون أنهم لم يعرفوا أي شيء عن هذا الكائن العجيب، بل يتميز هذا الكائن بوجود مادة في خلاياه تشبه مانع التجمد، يجمد نفسه، يموت موت كامل حقيقي ثم يبعث من جديد. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، إنه كائن قوي جدا، صنف على أنه الأقوى على وجه الأرض، يتحدى نظرية التطور، لا تنطبق عليه قوانين الفيزياء التي نعرفها أو قوانين الفيزياء الحيوية أو الكيمياء الحيوية، مختلف في كل شيء. يمكن أن يموت لعشرات السنين ثم بمجرد أن يتوفر له الماء والهواء يعود للحياة ببساطة. لذلك تم تصنيف هذا الكائن على أنه كائن غريب، حتى إن بعض العلماء يقول ربما جاء من الفضاء الخارجي، لم يخلق على الأرض، لأنه يخالف القوانين التي يعني ألفها العلماء. حتى إن هذا الكائن أيها الأحبة يشكل صدمة لعلماء التطور، لم يستطيعوا حتى الآن أن يفهموا كيف يعمل هذا الكائن أو لماذا يتصرف بهذا الشكل. هذا الكائن أيها الأحبة يستطيع أن يتحمل أقصى الظروف، يعني على سبيل المثال، على الرغم من أنه يبلغ من الطول أقل من نصف مليمتر، بالكاد أن يرى بالعين، إلا أنه يتحمل درجة حرارة أكثر من 150 درجة مئوية، يعني تضعه في الماء يغلي لا يتأثر. مع العلم أن معظم الكائنات الخلايا تموت في درجة الغليان، معظمها يعني. يستطيع أن يتحمل درجة حرارة باردة تحت الصفر بحدود الصفر المطلق، يعني أكثر من 272 درجة تحت الصفر، تصوروا أيها الأحبة. يستطيع أن يعيش في الحياة في الفضاء الخارجي من دون ماء ولا هواء، يجمد نفسه، يموت موت كامل حقيقي ثم يبعث من جديد، سبحان الله. طبعا السبب أن خلايا هذا الكائن مجهزة بأساليب تمكنه من العودة للحياة بعد تجمده، بل يتميز هذا الكائن بوجود مادة في خلاياه تشبه مانع التجمد. الخلية لا تتجمد على الرغم من انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، كل شيء يتجمد إلا أن هذا الكائن سبحان الله لا يتجمد. هذه المادة أيها الأحبة تمنع تشكل بلورات الثلج التي تسبب انفجار الخلية، لا تتشكل بلورات الثلج، سبحان الله. يعني على سبيل المثال، ترك العلماء هذا الكائن من دون ماء ومن دون هواء 10 سنوات كاملة، مات ككائن ميت، ليس فيه أي مظهر من مظاهر الحياة، ليس فيه حركة، ليس فيه أي شيء، بلا غذاء، بلا ماء، بلا هواء، موجود في غرفة مفرغة من الهواء. عندما توافر له الماء والهواء بمجرد أن وضعوه في الماء عاد للحياة، سبحان الله. طبعا هذا الكائن أيها الأحبة يتحمل ضغوط جوية تبلغ أكثر من 1000 ضعف الضغط الجوي، يتحمل درجة حرارة يعني عالية جدا، يتحمل كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية الحارقة التي يمكن أن تميت إنسان ولا يتأثر، يتحمل إشعاعات نووية أيضا أكثر بكثير مما يتحمله البشر. لذلك أنا قبل أن أكمل هذه الحقائق لابد أن أتوقف أيها الأحبة وأقول انظر إلى نفسك أيها الإنسان، الله تعالى خاطبك وقال
وخلق الإنسان ضعيفا. أنت أضعف مخلوق على وجه الأرض. هذا دب الماء هذا الذي يعني نصف مليمتر هو أقوى منك بملايين المرات. لذلك لا تنغر، لا تتكبر أخي الكريم، اهدأ قليلا واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طبعا في تجربة حديثة أيها الأحبة، استطاع هذا الكائن أن يتحمل ضغوط جوية هائلة تبلغ أكثر من 6000 ضعف الضغط الجوي، ولم تنفجر خلايا. يعني الكائن العادي أيها الأحبة في أعماق المحيط حيث يبلغ الضغط بحدود 800 ضعف الضغط الجوي أو 1000 أو أكثر بقليل، هناك كائنات تكيفت مع هذا الضغط. إذا أنزلنا إنسان إلى أعماق المحيط ينفجر، شدة الضغط يتحطم، يتمزق، الخلية تتمزق. خلية هذا الإنسان، عفوا هذا الكائن الذي هو أقوى بكثير من الإنسان، خليته لا تتأثر سبحان الله، على الرغم من تطبيق ضغط 6000 ضغط جوي سبحان الله. طبعا هذا الكائن هو عبارة عن 1000 خلية فقط. يعني كل هذه العجائب أيها الأحبة، هذا الذي يضحكني حقيقة، كل هذه العجائب في كائن يتألف من 1000 خلية، بحدود 1000 خلية فقط. تصور هذه 1000 خلية لو أنها اجتمعت بالصدفة كما يقول علماء التطور. علماء التطور طبعا يقولون أشياء مضحكة، أقصد علماء الذين يروجون لنظرية التطور، يقولون إن الحياة بدأت من خلية واحدة، ثم بعد ذلك هذه الخلية تجمعت مع خلايا أخرى وشكلت كائنات متعددة الخلايا. طبعا على سبيل المثال الإنسان، يعني أنا في دماغي هناك أكثر من 100 مليار خلية، 100 مليار، يعني 1000 خلية لا تكاد ترى، لأن أبعاد الخلية قليلة جدا، صغيرة جدا، ضئيلة أيها الأحبة. فكائن يتألف من 1000 خلية، كل خلية بمفردها لو فرضنا أنه تطور من الخلية الأولى، الخلية الأولى لا تستطيع أن تتحمل درجات برودة عالية جدا وضغوط جوية هائلة، ولا تستطيع أن تعود للحياة، ولا تستطيع، مثلها مثل أي خلية تتفتت وتدمر بسهولة بدرجات الحرارة أو البرودة. طيب هذا الكائن، هذه 1000 خلية كيف اجتمعت وشكلت هذه القوى الخارقة؟ إذن هناك إله هو الذي يخلق وليست الطبيعة أخي الحبيب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الكائن أخي الحبيب والذي يتألف من 1000 خلية فقط يمتلك، انظر معي، عد، جهاز هضمي متكامل لهضم الطعام وتصريف الفضلات، يتألف من أمعاء ومعدة ومري وشرج لتصريف الفضلات، يملك نظام عصبي أيضا، لديه ردود أفعال، يتفاعل مع المحيط، لديه نظام تنفس خاص به وهو يتفاعل مع المحيط، ولديه إدراك وذكاء وإحساس. طب بالله عليكم، يعني 1000 خلية كيف تشكلت هذه؟ يعني والله أنا عندما أرى هذا الأمر لا أملك إلا أن أقول، وبخاصة أولئك الملحدين الذين لا يعترفون بالله عز وجل، الله يخاطبهم ويقول: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلقوا هؤلاء، ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. الإنسان عندما أراد أن يخترع أشياء دمر البيئة، دمر الطبيعة، سبب التلوث، سبب الحروب، اخترع القنبلة النووية دمر بها الحياة، اخترعوا السيارات دمروا البيئة بسبب التلوث، يعني ماذا صنع هؤلاء؟ وهؤلاء لم يخلقوا طبعا،
الذين من دونه عز وجل لم يخلقوا شيئا، لأنهم يستخدمون مواد أولية موجودة في الطبيعة أصلا، هم يعيدون تشكيل هذه المواد. وإلا كل العلماء وكل البشر الإنس والجن لم يخلقوا خلية واحدة ولا ذرة، ذرة لم يستطيعوا أن يخلقوا ذرة واحدة. فكيف يقولون إن هذا النظام البديع جاء بالمصادفة؟ سبحان الله. طبعا العلماء أيها الأحبة يقولون حتى الآن ليس لدينا معلومات عن آلية عمل هذا الكائن، كيف يتكيف، كيف يموت ثم يبعث من جديد. وهنا أنا أيضا أمام آية، يعني سبحان الله لا أستطيع أن أكمل المعلومة إلا أن أقرأ الآية الكريمة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحان الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لذلك أخي الحبيب، الإله الذي رزق هذا الكائن وهو كائن صغير جدا يكاد لا يرى، أيعجز أن يرزق إنسانا يقول يا رب؟ لا تيأس أخي الحبيب، قل دائما هذه الآيات: وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله. حتى إن علماء نظرية التطور عندما درسوا هذا الكائن قالوا طيب هذا الكائن، نحن نؤمن أن الكائنات تطورت من بعضها، طيب هذا الكائن من أين تطور؟ لا يوجد جواب. يعني هذه القوى الخارقة موجودة في هذا الكائن، لابد أنه تطور من كائن آخر يعني أقل منه، ولكن لديه قوى غير موجود أيها الأحبة، هو كائن فريد. لذلك قلت لكم إن بعض العلماء قالوا هو كائن جاء من الفضاء الخارجي، وبالتالي عجزوا أمام كائن بسيط. أيها الأحبة، هذا الكائن مضى على وجوده في الأرض مئات الملايين من السنين، طيب لماذا لم يتطور؟ هو منذ أن خلق هو هكذا، خلق بهذه الصفات عبر مئات الملايين من السنين، لماذا لم يتطور إلى مخلوق أكثر كفاءة؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق، أعطاه الخلق المناسب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا المخلوق إلى طريقة أنه كيف يطعم نفسه، كيف يصرف الفضلات، كيف يتنفس، كيف يحمي نفسه من التجمد، كيف يحمي نفسه من الانفجار، كيف يموت لسنوات طويلة ثم يبعث. كل هذه القوى تصدقون أنها جاءت بالمصادفة؟ لابد من خالق عليم حكيم سبحانه وتعالى. طبعا العلماء أيها الأحبة يتخبطون ويقولون إن دب الماء ظهر على الأرض قبل أكثر من 500 مليون سنة مع آلاف المخلوقات، ظهر فجأة بهذه المواصفات ولا زال كما هو حتى الآن. طيب أين نظرية التطور؟ سؤال يعني. طيب منذ 500 مليون سنة كيف تشكلت هذه القوى الخارقة؟ يعني إذا أردنا أن نقول إن الكائنات تبدأ وتتطور تدريجيا، يعني ينبغي أن يكون الإنسان هو أكثر قوة؟ لا، العكس، الإنسان هو أضعف مخلوق على وجه الأرض مقارنة ببقية الكائنات. سبحان الله. من الأشياء التي حيرت العلماء طريقة موت هذا الكائن، يحاكي عملية الموت الحقيقي، يموت موت حقيقي تماما، يعني إذا راقبته بالمجهر الإلكتروني عندما يتم حرمانه من الماء والهواء يتحول إلى مخلوق ميت يعمل بواحد من 10,000 من طاقته الحيوية، يعني ينخفض مستوى الطاقة الحيوية لديه إلى جزء من 10,000 جزء، تصوروا، ولكن هذا الجزء موجود سبحان الله ليعينه على أن يبعث من جديد. بمجرد أن يتوافر الماء يعود للحياة بسرعة. لذلك هذه الظاهرة تعتبر من أغرب ظواهر الطبيعة.
العلماء يقولون إن دب الماء لديه خطط مسبقة وخدع تم برمجتها في الشريط الوراثي DNA لديه ليقوم بها من أجل المحافظة على وجوده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله. لقد أثبتت الدراسات أيها الأحبة أن دب الماء موجود كما قلنا منذ 500 مليون سنة في العصر الذي ظهر فيه النبات ولا فقاريات وهذه الكائنات البدائية في ذلك العصر موجود. كيف تطور؟ لا أحد يجيب ولا أحد يعلم. طبعا يقولون هناك أكثر من 900 نوع منه. إذن هناك 900 نوع. سبحان الله، تعقيد في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء. وطبعا يعني هذا الكائن أيها الأحبة باختصار حير العلماء ووضع علماء التطور في أزمة حقيقية، إما أن يعترفوا بوجود خالق وإما أن يقولوا جاء من الفضاء الخارجي ولا نعرف عنه شيئا، وهذا ما يقولونه للأسف ليهربوا من الاعتراف بأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وأخيرا أخي الحبيب، لا أملك إلا أن أقول ذلكم الله ربكم، كما قال الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أين تذهبون؟ كيف تكذبون؟ كيف تكذب أيها الإنسان بهذا الخالق العظيم وأمامك هذه العجائب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المصدقين الذين يزدادون إيمانا وتسليما لله عز وجل، كما قال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحمد لله رب العالمين.